جربنا لعبة القتال المنتظرة تيكن 8 باللغة العربية لأول مرة بدعوة خاصة وحصرية في الشرق الأوسط من بانداي نامكو، وهذه انطباعاتنا عن الأطوار الموجودة في اللعبة واللي قدرنا نجربها من خلال الحدث في ألمانيا. فليأكل كل منا قصار جهده. قدرنا نجرب الفصل الأول من القصة واللي اسمه Evil Stars Collide. الأحداث تبدأ بعد نهاية الجزء السابق وتركز بشكل كبير على عائلة الميشيما. من الأشياء اللي عجبتنا في التجربة أن الشخصيات عندها حوارات خلال القتالات نفسها في طور القصة، ومش فقط قبل أو بعد القتال. هذا الطور انضاف للعبة كتعويض عن عدم صدورها على الأركيد قبل الأجهزة المنزلية، مثل ما كان الحال تاريخياً، ويعطيكم تجربة صالات وأجهزة الأركيد ويعرفكم على ثقافتها. في البداية راح تصمموا شخصية افتراضية تبدأوا فيها المغامرة، وأول منطقة لعبنا فيها كان اسمها غونغ. وبعد التعرف على أساسيات الجيم بلاي راح تقدر تشاركوا في بطولة الأركيد الخاصة بالمنطقة. هذا الطور يسمح لكم تصرفوا عملة اللعبة لشراء أدوات تبني شخصيتكم، وهو مصمم بشكل مناسب للناس الجدد على السلسلة، ويعلمهم الأساسات بشكل ممتاز زي الريج آرت والهيت بيرست. هذا الطور يخليكم تلعبوا ضد الذكاء الاصطناعي لكن بشكل غير تقليدي. الكمبيوتر هنا يقدر يتعلم حركاتكم وأسلوب لعبكم ويطور من أسلوب لمواجهتكم والتفوق عليكم. فكرة ممتازة للي ما عنده شخص محترف يلعب معاه باستمرار. يساعدكم على تنمية مهاراتكم وتعلم الكومبوز، ومشابه جدا للأجزاء السابقة. تيكن بول أشبه بلعبة مصغرة داخل لعبة ثانية، وقد تواجدت من قبل في تيكن 3 وتيكن تاج تورنمنت 2 بنسخة الويو. الفكرة أنك تضرب الكرة على خصمك حتى تخليه يتضرر وهو يحاول يردها عليك، وقوة الكرة تختلف حسب قوة الضربة، وطبعا بيكون بمقدوركم تختاروا شكل الكرة، أما الشكل الأساسي فهو كرة الشاطئ. ما زالت تيكن تبدع بخيارات التخصيص الكثيرة والمتنوعة. جربنا نخصص شخصية شاهين، خلينا نوريكم الخيارات الموجودة. التخصيص في اللعبة ما يوقف حتى على الشخصيات أو الأفاتار في طور أركيد كويست، لكن حتى عناصر ثانية مثل عداد الطاقة واللي تقدر تعدلوه بعدة مزايا مثل الألوان والإطار وغيرها. قدرنا نجرب الشخصيات الجديدة في اللعبة مثل شخصية رينا، وأعجبتنا طريقة لعبها اللي حسيناها إنها تشبه شخصية هياتشي، لكن السؤال هل لها علاقة بعائلة الميشيما؟ وجربنا أيضا شخصية الجاسوس الفرنسي فيكتور، الشخصية السريعة جدا وتستخدم أسلحة مثل السيف والسكين وحتى المسدس، وبتكون الرايفل لشخصية ريفن. لكن الشخصية اللي فعلا لفتت الانتباه كانت أزاسينا المقاتلة الجديدة من بيرو، واللي تعتمد على أسلوب الفنون القتالية المختلطة. الشخصية عندها قدرات كبيرة على المناورة والكانتر للشخصيات المنافسة، ونتوقع أنها بتكون من الشخصيات المحبوبة. النظام القتالي ممتاز والمحتوى كبير ومنوع، واللعبة ممكن تكون أفضل جزء في السلسلة، لكن راح نعرف هالشي لما تصدر في يناير الجاي.